الشبح الذي يطارد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه الايام ليس هو شبح التصويت في مجلس الامن على قرار ادانه الاستيطان، لكنه شبح ايهود اولمرت، رئيس الوزراء ورئيس البلديه الذي حولته فضيحه فساد من شخصيه سياسيه الى سجين في قضيه جنائيه. واذا ما تاكدت الاتهامات التي تلاحق نتنياهو اليوم في قضايا فساد مماثله فان زلزالا سياسيا قريبا سياتي عليه. لينهي بذلك قصه الحكومه الاكثر تطرفا في تاريخ اسرائيل وليفوت على الرجل فرصه الدخول تحت مظله دونالد ترامب وهو من وعده بالحمايه الدبلوماسيه وبالدعم اللامحدود. لمناقشه هذا الموضوع معنا من القدس المحامي محمد دحلي. استاذ محمد مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفه الاخبار نتحدث عن تحقيق ربما يبدا قريبا بانتظار موعد الان تحديد موعد من رئيس من مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بالبدايه نحن نتحدث عن ملفين هنا ليس هناك الكثير من المعلومات المتوفرة عن الملف الثاني الملف الأول يتعلق بقضايا فساد تلقي هدايا تلقي رشا مبالغ مالية اشرح لنا لو سمحت بداية ما هي هذين الملفين وما هي خطورتهما يعني قضائيا على السيد نتنياهو وفي الواقع هنالك ملفات كثيرة موجودة ضد رئيس الوزراء نتنياهو الشبهات حوله تحوم منذ أكثر من سبعة أشهر تقريبا بعد تولي المستشار القضائي للحكومة الحالي لمنصبه في بداية عام 2016 ابتدأت ترشح عليه معلومات عن شبهات ضد رئيس الحكومة لتورطه بمخالفات جنائية في أكثر من قضية جزء منها نشر بالإعلام جزء لم ينشر حتى الآن ما نشر بالإعلام واهم هذه القضايا التي الان ستفضي من شبهات الى تحقيق جنائي هي قضيه تلقي مبالغ وهدايا عينيه بالاساس هدايا عينيه على ما يبدو من رجال اعمال ومقربين من رئيس الوزراء بالاساس يهود متمولين او رجال اعمال يهود من بقاع مختلفه في العالم مثل رون لاودر وغيرهم وبالاضافه الى ذلك هنالك قضيه كبيره جدا على ما يبدو ما رشح حتى الان هو ان هذه القضيه ستهز الجمهور بعد معرفه التفاصيل ولكن النيابه بطريقه غريبه والشرطه تمكنت حتى الان من ان تبقي هذه القضيه وهي القضيه الاكبر في القضيتين الموجودات الان قيد البحث تمكنت أو نجحت من أن تتركها طي الكتمان إلى حين التحقيق مع رئيس الوزراء هذه القضية هو هو التي تعرف بالملف 2000 ومن أجل صحيح؟ هنالك قضية تعرف بالملف 2000، هنالك قضية تعرف بالملف 1000، هذه هذه الكنيه التي اعطاها المحققون لرئيس لهذه التهم ضد رئيس الوزراء وهذا كله عدا عن القضية الأخرى التي نشرت في وسائل الإعلام في الشهر الأخير والمتعلقة بتورطه أو بشبهات تحوم حول رئيس الوزراء ومحاميه المقرب وقريبه يعني قريب عائلته ايضا يعني مقرب له عائليا م. دان شمرون فيما يتعلق بقضيه اقتناء الغواصات من الألمانية. شركه المانيه م. وشبهات بالفساد حول هذه هذه طيب. القضيه ايضا طيب استاذ محمد يعني لنترك الملف الذي يعني غير متوفر حوله الكثير من المعلومات ربما يتضح في الايام القليله القادمه بعض هذه المسائل ما نعرفه عن هذه التهم التي قد توجه لبنيامين نتنياهو بعد التحقيق ما هي خطورتها وإذا بالفعل تم توجيه التهم وإدانته في بعض هذه القضايا ما عواقب ذلك على السيد نتنياهو يعني سيد الخطورة الآن الأولية تكمن في أن الحديث يدور عن تحقيق جنائي سيبدأ ضده وقد أمر به المستشار القضائي الحالي للحكومة أبي خاي مند البليت وهو من كان في السابق سكرتير الحكومة. وقد عمل تحت رئيس الوزراء نتنياهو أولا كسكرتير الحكومة. وثانيا هو أول مستشار قضائي للحكومة. يقوم بإعطاء الأوامر بفتح تحقيق جنائي ضد رئيس الحكومة الذي عينه لهذا المنصب. الأمر الثالث الذي يجب أن نتذكره. أن هذا المستشار القضائي للحكومة كان متخوفا وكان مترددا ومتلكئا في قضية فتح ملف جنائي ضد رئيس الحكومة، وقد قال في أكثر من مناسبة أنه لن يعطي أوامره بفتح ملف جنائي إلا إذا توصل إلى قناعة أنه توجد لديه أدلة كافية من أجل تقديم لائحة اتهام في نهاية المطاف، ومن هنا فعندما يقرر هذا الشخص بالذات مع كل هذه المعطيات الفتح بتحقيق جنائي هذا معناه أن الفرص كبيرة أو أكثر من كبيرة لتقديم لائحة لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء بعد التحقيق معه في نهاية المطاف، في حال تم تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء فكما حصل في الماضي مع وزراء ومع رئيس الوزراء الأسبق ايهود اولمرت إذا تم تقديم لائحة اتهام أو ربما قبل ذلك قد يضطر رئيس الوزراء الى الاستقاله من منصبه حتى قبل ادانته وربما قبل تقديم لائحه الاتهام بمجرد وجود قرار بتقديم مثل هذه اللائحه فان رئيس الوزراء على ما يبدو لن يتمكن من البقاء في منصبه وسيضطر للاستقاله والانسحاب ولو لفتره مؤقته من الحلبه السياسيه م. طبعا الى ان تنتهي الاجراءات الجنائيه ضده والمحاكمات وهذا في اسرائيل كما نعرف يستغرق الوقت الطويل. طيب الان البعض يربط استاذ محمد بين هذه يعني المسائل ومحاوله اغتيال نتنياهو سياسيا البعض يقول وهناك وزير من وزراء نتنياهو الموالين طبعا من حزب الليكود يقول ياريف ليفين يقول محاولة هذه محاولة لتنحية رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر الوسائل القضائية هؤلاء الذين لا يستطيعون فعل ذلك عبر الانتخابات ما رأيك هل هناك جانب سياسي لهذه المسألة هل هناك من يحاول الاطاحه بنتنياهو قضائيا بعد ان فشل في الاطاحه به عبر صناديق الاقتراع؟ يعني اذا كان الامر يتحدث عن الخصوم السياسيين فان لكل سياسي في كل بلد تجري به منافسات سياسيه وحزبيه له بطبيعه الحال اعداء وله خصوم سياسيين وهؤلاء طبعا بطبيعه الحال دائما يبحثون عن اي معلومات قد تؤدي في نهايه المطاف الى توريطه في تهم جنائيه الى تشويه سمعته الى المس به جماهيريا قانونيا جنائيا وما الى ذلك وهذا شرعي في اي نظام توجد به هذه المنافسه او هذه اللعبه الديمقراطيه، اما اذا كانت هذه التهمه موجهه الى جهاز النيابه والى جهاز الشرطه بمعنى ان هنالك مؤسسه كامله ضد رئيس الوزراء من اجل الاطاحه به، يعني نوع من التفكير المؤامراتي فهذا طبعا هراء، هذا كلام سخيف لان النيابه الاسرائيليه وايضا الشرطه الاسرائيليه حققت مع وزراء ومع رؤساء وزراء من جميع الاحزاب السياسيه في الماضي ولم تكن هذه الشبهات والتهم والتحقيقات توجه فقط الى يعني الى حزب معين او الى رئيس حزب معين كما ذكرنا يهود اولمرت كان من حزب اخر وقد تم التحقيق معه وادانته يتسحاك هيرتسوغ رئيس ما يسمى المعسكر الصهيوني او حزب العمل سابقا تم التحقيق معه مؤخرا وزراء من مختلف الاحزاب تم التحقيق معهم وكثير منهم تم ادانتهم ووضعهم خلف القضبان وبالتالي الادعاء بان هنالك مؤسسه كامله او ان هناك مؤامره داخل مؤسسه سلطات تنفيذ القانون تهدف الى اسقاط نتنياهو، هذا كلام سخيف وغير مقبول ولا ينطلي على احد داخل المجتمع الاسرائيلي ايضا. شكرا جزيلا لك الاستاذ محمد دحله المحامي، كان معنا مباشره من القدس المحتله.